بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديو هذا القناة ديالنا سولو اس بي تي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو التصحيح ديال يعني امتحان ولوج كلية الطب اللي كان سنة 2017 واللي كان في مدينة اكادير بالكلية الطب ديال اكادير. فديجا صححنا ديال 2019 ديال 2018 وديال 2020. فاللي ما شافش هادو بثلاثة يرجع التصحيح يشوف التصحيح ديالهم، لأن تقريبا هذاك الشيء كيتعاود كل سنة في جميع الكليات ماشي غير في كلية واحدة. فهنا عندنا ديال 2019 عفوا ديال 2017، اللي ما شاف التصحيح ديال 2000 غادي نحطوه لكم في الديسكريبسيون. اللي ما شاف التصحيحات السابقة الأول والثاني والثالث 2019 2018 2020 يرجع يشوفهم، لأنهم كذلك مهمين. نبداو دابا مباشره التصحيح ديال الامتحان اللي تحط سنه 2019، واللي حسب البحث ديالنا الدقيق كان هو الاسهل مقارنه مع الامتحانات السابقه. هنا كذلك كيقول لك ماشي بحال 2020 قال لك كونشي لا بون ريبونس وكانوا 20 سؤال، هنا كاين فقط غير 10 الاسئله بحال 2018 و2019 كاين غير 10 الاسئله، ولكن كيقول لك فيه كوشي لا، انتبهوا لا او لا او لي بون ريبونس، يعني السؤال كل سؤال غيكون عنده اختيارين جوج ثلاثة أربعة أو خمسة ديال الاختيارات صحاح. لا روبليكاسيون دو لا موليكيل دو دي ان، تضاعف ديال الار دي ان سيفيكتي وقتاش؟ واش في لا بروفاز؟ نو، ماشي في لا بروفاز، ماشي في الميتافاز، ماشي في لانافاز، وماشي في التيلوفاز. لا اوبخيدا كتكون في لانتيرفاز، لانتيرفاز بالضبط في لا فاز اس. علاش؟ حيت لانتيرفاز فيه جي ان و اس و جي دو، وبالضبط هذه المرحله ديال الانترفاس فيه ثلاثه ديال الاطوار، ولكن الطور اس هو اللي تتكون فيه لا ريبليكاسيون ديال الار دي ان، وبالتالي الاختيار سي هو الاختيار الصحيح. نمشيو للسؤال الثاني كونسيرنون لار ان ميساج. هاد لار ان ميساج لا ترانسكريبسيون لا ار ان ميساج سيفيكتي ا بارتير دو لا دي ان، وي، ولكن واش او نيفو دو سيتوبلازم؟ نو، سو ني با او نيفو دو سيتوبلازم. اذا دونك هذا غلط هذا الاختيار. لا موليكيل دايرين ميساجي اي كونستيتي دان سول بغا، وي هذا صحيح، فيها ان سول بغا، مفهوم، فيها ان سول بغا، دونك اختيار بي صحيح. لا موليكيل دايرين كونتين لو تيمين، تيمين هو التي اللي كنرمزوا ليه بالتي، نو ما فيهاش تيمين، فيها بلاصه تيمين كاين لوراسيلين، دونك اختيار سي غلط. الاختيار دي لا موليكيل دايرين ميساجي كونتيان ان سيكل ريبوزي، في الار دي ان كاين سيكل ريبوزي موان اوكسيجين، ولكن في الار ان كاين ان سيكل ريبوزي، دونك دي حتى هو صحيح، دونك اللي صحاح هو بي ودي. بالنسبه لاو شنو كيقول لنا دون لايرين ميساجي ساك تريبل نيكليوتيد كوريسبون ان كودون، طبيعه الحال هذه صحيحه، كل تريبليت كل ثلاثه نيكليوتيدات كيعطيونا واحد تريبليت اللي كنسميوها تريبليت ولا تريبليت نيكليوتيدات اللي كتمثل لنا ولا كتواكب واحد الكون. كونسيرنون لو كود جينيتيك، هذاك الكود جينيتيك كونتيان 46 سيبغي، لا حيت بنا هاد 46 كاين فيه بزاف، هذيك دوزين كتساوي 46 كاين 64 ماشي 46 كاين 64، دونك الاختيار ا غلط. كاين 4 يعني باش تعقلوا كاين 4 على اليمين و 4 الفوق و 4 في الجناب، دونك هادوك كنقسموهم بحال هكا بحال هكا بحال هكا وبحال هكا، دونك يكون عندي 4 4 عاوتاني هكا، مفهوم. دونك الا خديت 4 في 4 16، ولكن هاد 4 اللي هنا مثلا هذا كل واحد مقسم على 4، هذا مقسم كذلك على 4، هذا مقسم على 4، دونك هنا كيولي عندي 4 8 و 8 16 16 و 16 32 32 32 64 ماشي 46، دونك غلط. بطبيعه الحال هاد 64 كنحيدو منهم واحد 3 اللي نونسونس اولا لي كودون ستوب. لو سي ان تابلو كي مونتر لا كوريسبوندونس اونتر لي كودون دو لار ان ميساجي اي لا زاسيد امين، طبيعة الحال كيف ما مثلنا هنا فسي ان تابلو كيمثل لينا العلاقه ما بين الار او اللي كيربط ليا ما بين لي كودون والار ان ميساجي، دونك الاختيار بي راه اختيار صحيح، دونك غادي نديرو لو ايطوال. جي ا ا كوريسبون ان كودون انيسياسيون، ماشي هو جي ا ا، لا هذاك كيكون يعني الكودون ديال الانيسياسيون غالبا كيكون هذاك الاسيد اميني ديال الميثيوني، عقلوا عليه الاسيد اميني ديال الميثيونين غالبا اللي هو تيكون هو، دونك جي سي غلط. دي كيقول لنا بانه اي ا ا
اي اس جي و اي جي ان هما لي كودون ستوب اللي كيوحدوا، دونك هما ثلاثه كيما قلت لكم، هما هادو اي ا او اي اس جي و اي جي ان اللي كيستوبيو لينا لا ترانسكريبسيون. او تيقول لنا بان اسيد اميني دون دوني واحد الاسيد اميني اي كودي انيكمون باغ ان سو كودون. نو، علاش؟ لان عندي 20 اسيد اميني ولكن عندي 64 كودون ناقص ثلاثه ديال ستوب اللي هما غيبقاو لينا 61. هذيك ال 61 61 كوطون، وعندنا في الطبيعه كامله عندنا 20 حمض امين. اذا كيفاش غنفسروا هذيك 61 مع 20 حمض امين؟ طبيعه الحال غنلقاو كل حمض اميني عنده واحد جوج او ثلاثه او اربعه ديال لي كوطون باش نوصلوا لهذيك 64 كوطون. دونك الاختيار او غلط. كونسيرنون لاليرجي، هاد لاليرجي الحساسيه ولا الاراجيه، فقال لك ان انرجي او بيان لالرجي اي تين رياكسيون ايمونيتير اكزاجيري اكزاجيري فيزافي ان اجون الرجيك. دونك هادي صحيحه، اختيار ا صحيح. لي زاكاريان سون ريسبونسابل دو بليزيور كا دازم الرجيك. دونك هذوك لي زاكاريان كيديروا هذيك لالرجي ولا عزم. لا ديمينيسيون ديال كونسونطراسيون سيريك دي جي اي كونستاتي كوم ان باسيون الرجيك. نو، هادي يعني ماشي صحيحه. لي غريف دو موال اي تان تريتمون ديال الرجي. دونك واخا نغريفيو لا موال ايبينيير ما يقدرش يكون عندنا واحد تريتمون ديال الرجي. لا سيكريسيون دي ميتاتور انفلاماتوار سيفيكتيي لور دو لا برودكسيون او بيان لور دو لا فاز دو لا سونسيبيلازاسيون اي de l'allergie. Donc on dit yani hatta hiya ghalta. 35 concernant l'homme, un homme porteur d'une translocation équilibrée mais bien les deux chromosomes 14 et 21 عنده واحد la translocation pardon كنعتذروا على هذا العطاب. دونك قلنا ان نوم عنده واحد la translocation، هذيك la translocation ما بين الكروموزوم 21 و 24. واش l'apparence externe ديال هاد لو ميسيو اي نورمال؟ وي اي كونتيدر، حيت عنده ان ترانسلوكاسيون، يعني بحال واحد عنده واحد التبادل، ولكن هذاك التبادل ايكيليبري، الشيء اللي كيخلي بحال نقولوا بحال الشكل تقريبا ديال الطفره الصاميته، عنده واحد التبادل ولكن هذاك التبادل ايكيليبري، يعني هو تيبان عادي، غير فاش كنقلبوا لا كاريوتيب كيبان لنا فيها مشكل. اذا لابارونس اكسترن المظهر الخارجي ديال الشخص يبان عادي. سو ميسيو بريزونت ان غوتار مونتال؟ نو، ما بينش لينا واش عند. سو ميسيو بريزونت ان 45 كروموزوم، ما نقدروش نحسمو واش 45 ولا 45 بليس 1 ولا 45 موان 1. الى ان ريسك دو دوني نيسونس ا دي زونفون اتان، يعني ولادو يقدر يكون عندهم هذوك لي زانومالي. وي ممكن، دونك هذاك اختيار صحيح. لانومالي كروموزوميك شي سو ميسيو توش لا ستريكتور، دونك المهم هنا عندنا ان توشمون، يعني لا ستريكتور اي توشي، البنيه ديال السبغيه تي توشي. علاش؟ لانه عندي واحد لا ترانسلوكاسيون، جزء من 21 مشى لعند 14 وجزء من 14 مشى لعند واحد عند 21، ولا غير جزء واحد مشى لجهه اخرى وصافي باش ما نعقدوش يعني الامور. اذا هذه كاينه ان انومالي دو ستركتشر. السؤال 36، لا ميتوكوندري سي ان اورغانيت سيلولار؟ وي، هو عضي ماشي عضو، عضي سيلولار يعني داخل الخليه. طبيعه الحال الميتوكوندري كنلقاوه داخل الخليه. سو سيتي او نيفو دو مومبران، مش ما كيتموقع ماشي او نيفو دو مومبران سيتوبلازم، مي او نيفو دو سيتوبلازم، كنلقاو في السيتوبلازم ماشي في النوايو ماشي في المومبران. عقلو كومبورت دو زونفولوب اكسترن و انترن. وي صحيحه، عنده مومبران مومبران اكسترن مومبران انترن، غشاء خارجي وغشاء داخلي وبيناتهم كاين ليسباس انتر مومبرانير. لونفولوب اكسترن اي ريش اون ستركتشر بروتييك. نو، ماشي لونفولوب اكسترن لي ريش اون، لونفولوب انترن اللي فيه واحد دي ستركتور بروتييك اللي كيساهموا في لوكسيداسيون او بيان لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. لا لونغور ديالو، لا لونغور ديالو دونك هنا قلنا المومبران لونفولوب اكسترن. نو، المومبران ولا لونفولوب انترن هو اللي غيش اون ستركتور بروتييك. لا لونغور ديالو ما بين 1 و 10 ميكرومتر. دونك هنا نمشيو للسؤال 39، لا ديغراداسيون دو غليكوز مالها؟ اتين ايتاب كومان اونتر لا ريسبيراسيون، هنا بحال بغاو يقولوا لنا لا ديغراداسيون دو غليكوز، بحال بغاو يهضروا لنا على لا غليكوليز، انحلال الغليكوز، تفكك ديال الغليكوز الحمض البيروي. سي تي ان ايتاب كومان اونتر لا ريسبيراسيون اي لا فيرمونتاسيون. وي صحيحه.
سوسيتي او نيفو دو سيتوبلازم، كتوقع على مستوى السيتوبلازم. وي صحيحه. Constitue la composition de deux molécules d'ATP et la décomposition des molécules constitue la composition. Oui, c'est ça. Se situe au niveau du noyau. Où est la dégradation de la glucose que au niveau du noyau? Non. Donne à la fin deux molécules d'acide pyruvique. Oui, c'est ça. Et donc, comme vous voyez, il y a quatre choix. Le choix est correct. Et le choix seul est erroné, qui est le choix qui nous dit que la dégradation de la glucose s'effectue au niveau ou bien se situe au niveau du noyau. 38 parmi les caractéristiques de la fermentation بين مميزات التخمر ان فيبل غوندون انرجيتيك صحيحه التخمر كيعطينا واحد الكميه قليله ديال الطاقه ان كونسوماسيون دوكسيجين واش التخمر كيستهلك الاكسجين ان كونسوماسيون دوكسيجين التخمر ما تيستهلكش الاكسجين ان ديغراداسيون دو غليكوز واحد التفكيك ديال الغليكوز واش كيتفكك الجليكوز؟ وي كيتفكك الجليكوز لاسيد بيروفيك والليتانول اولا اللاكتيك دونك بيغالطا سي صحيحه لا برودكسيون دو ستركتور اورغانيك غيش كيعطينا حتالة عضوية شنو هي هاد الحتالة هي واحد المادة عضوية غنية بالطاقة يعني نقدروا نزيدوا نديروا لها لا ديغراداسيون دي صحيحة لا لوكاليزاسيون او نيفو دو نوايا لا فيرمونتاسيون اكتيك كتوقع او نيفو ديالوبلازم او بيان او نيفو دو سيتوبلازم اولا في السيتوبلازم ما تتوقعش او نيفو ديال 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 لو نوايو نمشيو للسؤال 39 باغمي لي فينومين اكومبانيو لا كونتراكسيون مسكيلار الظواهر المرافقة للتقلص العضلي كاينين دي فينومين شيميك شنو هما هاد لي فينومين شيميك هي مثلا ليدغوليز ديال الاي تي بي وهذيك الى اخره لا فورماسيون ديال الاي تي بي او ليدغوليز ديال الاي تي بي التفكيك ديال الاي تي بي لان فاش نديرو باش نديرو لا كونتراكسيون كيوقع التفكيك ديال الاي تي بي اذا هادي 60 فينومين شيميك فاش تنديرو لا كونتراكسيون عاوتاني كن 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 كتحرر واحد لينيرجي او لا كترتفع درجه الحراره دونك اون بارل دين فينومين انرجيتيك لا كونسوماسيون دوكسيجين بطبيعه الحال هنا فاش كنكونوا اون ايفور فيزيك ولا اون كذا دونك كيعطينا كيكون واحد الكونسوماسيون ديال الاكسجين علاش لان غدير لا ديغراداسيون به غدير لا ديغراداسيون ديال الجليكوز لوغ لا كونتراكسيون كي كذلك كاينه ان كونسوماسيون ديال الجليكوز وكاينه كذلك دي فينومين كالوريك علاش لانه كتحرقوا الطاقه دونك هنا شنو كنلاحظ كنلاحظ بان ا و بي و سي هذوك لي فينومين شيميك انرجيتيك د الاكسجين بالكونسوماسيون د الاكسجين لا كونسوماسيون دو غليكوز اي لي فينومين كالوريك سون تو بريزون كاملين حاضرين كاملين موجودين بالتالي الاختيارات بخمسه صحاحين السؤال الاخير اللي تحط في سنه 2017 ابروبو دو لا ستركتشر دي ميسكل لو ميسكل اي كونستيتي دو فيبر ميسكيلير وي الميسكل فيه واحد اللي فيه ليفات عضليه او نيفو دو فيبر ميسكيليا الي دي نوف دي الي دي نومبرو فيبر نيرفوز في الليف العضلي او في الليف العضلي كاينين مجموعه ديال الالياف العصبيه لا غلط لي كابيلار سون كونستيتي ان لانتيريور دي فيبر ميسكولار ما كاينش لي كابيلار ا لانتيريور دي فيبر كاينين ا ليكستيريور لي فيبر ميسكولار اي اون سيلول ميلتونيكلي متعدده النويات وي صحيحه لي ميو فيبريل كومبورت بليزيور فيبر ميسكول هذاك الميو فيبريل لي في العضلي فيه بزاف ديال الليفات العضليه دونك هذيك ما صحيحاش بالتالي هنا كاين ا و دي هما اللي صحاحين هكذا يعني كنكونوا حطينا الفيديو الرابعه اللي كتخص التصحيح ديال الكونكور داكسي او فاكولتي دو فارماسي دو ميديسين اللي تحط في 2017 كيف ما قلت لكم في الديسكريبشن كاين التصحيح ديال 2018 ديال 2019 وديال 2020 في انتظار اننا نحطوا فيديوهات اخرى نلتقي في فيديو اخر والله يوفقكم ما تنساوش تبارطاجيو الكونتوني مع الاصدقاء ديالكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.